وحول مغادرة المعتمرين ينضم إلينا من الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز في جدة مراسلنا عبد الله بن شهران. أهلا بك معنا زميلي عبد الله في هذه النشرة. عبد الله، يعني دعنا نتحدث عن الخدمات التي قدمت للمعتمرين وتحديدا أثناء تواجدهم في مكة المكرمة أثناء فترة الحجر الصحي. نعم، بداية يسعد صباحكم جميعا. أنا الآن متواجد في مطار الملك عبد العزيز وتحديدا من الصالة الشمالية. مثل ما تشاهدون خلفي المعتمرين الذين كانوا في مكة المكرمة خلال الأسابيع الماضية الذي أدوا مناسك العمرة، ولكن مثل كانوا متواجدين في مكة ولكن مع إلغاء الرحلات الداخلية والخارجية تم بقائهم في مكة المكرمة، وخلال أيضا تواجدهم تم تقديم لهم الرعاية الصحية وجميع الاحتياجات التي يتطلبون منها. جميع الجهات الحكومية شاركت في هذه طبعا الخدمات من وزارة الصحة، أيضا وزارة الحج والعمرة وجميع الجهات التي شاركت. سوف ترصد لكم الآن كاميرا الإخبارية المعتمرين الذين يغادرون الآن إلى بلدانهم، وبعد قليل سوف تقلع رحلة بإذن الله تعالى إلى العراق، وبعد ساعة إلى لبنان. طبعا جميع الجهات الحكومية تتضافر لعودة المعتمرين إلى بلدانهم، وأيضا هناك يعني إجراءات احترازية في وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية في جدة في الكشف عليهم حتى قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، في الكشف على الحرارة وأيضا على يعني على سلامتهم حتى يصلون إلى بلدانهم سالمين غانمين. نعم، إذن كان معنا من الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز في جدة مراسلنا عبد الله من شهران. شكرا لك زميلي عبد الله.